السلام عليكم، صف ثالث. محاضرتنا اليوم هي تكملة لما بدأناه بالأسبوع السابق، موضوع suppositories and inserts. بالنسبة للsuppository base هي اللي نستخدمها تقريبا مشابهة لفكرة الointment. اثنيناتهم هي مادة تكون semi solid ومن عندها دا يصير عندنا release للدراج. لذلك هنا يقول ان ال suppository base important has important role in the release of the medication. من ال first requires اللي نحن requires لل suppository base انه هي لازم تبقى solid بالroom temperature. زين، يعني مو اني اشوفها بالroom temperature بال25 هي مائعة، هذه ما تفيد اذا هيجي base. وايضا لازم تكون soft او melt أو dissolve بالبادي temperature أو بالبادي fluids. يعني من أنطيها للبادي لازم يصير لها مع softening أو dissolve، لكن بالروم temperature المفروض أنه تبقى هي solids حتى يكون عندنا يعني good time for insertion، نقدر ندخلها، نقدر تطير الريليز مالتها الإفكت. إذا كان عندنا الكاكاو باتر اللي هي ثيوبرومو أويل، هذه شنو هي؟ أويلي بيس. فهذه شو يصير لها بالبادي؟ يصير لها ميلتينج، ميلت كويكلي at the body temperature. ولكن البادي فلويد هي شنو؟ هي ليكويد، فتكون إميسيبل ويا البادي فلويد. ولذلك إذا استعملنا، هاي قلناها سابقا، إذا استخدمنا فات سوليبل دراجز tend to remain in the oil، هي oil fat soluble drug والبيس مالتنا هي oily، فراح تبقى عالقة بالبيس and have a little tendency to enter the aqueous physiological fluid، ما راح تطلع للphysiological fluid. فبيجي حالة انه هذه لما استخدم هذه البيس اللي هي تكون كاكاو باتر الليبيد soluble، تفضل المن لأي drug؟ للwater soluble drugs. زين، حتى نحصل على good release. اما اذا كان عندي fat soluble drug شنو استخدم؟ راح استخدم اما الجليسرينيتد جيلاتين او البوليأثيلين جلايكول اللي هي نوعيتين ذني، هي water soluble bases، فهذني اصلا هي dissolve بالبادي، ما راح يصير لها melting، هي تذوب لان هي water soluble، فتصير dissolve وبذلك راح يسوي لنا release للدراج. زين، when the irritation or inflammation is to be relieved، احنا نريد نستخدم عندنا فت حالة صايرة anorectal disorders وصايرة عندنا irritation أو inflammation، يا نوع من البيسز تكون مفضلة أكثر. المفضلة هي الكاكاو باتر بيس اللي هي تكون oily. ليش؟ لأنه هذه راح يكون لها emollient و soothing effect وتسوي spread action، تنتشر على المنطقة فتنعم وترطب المنطقة. بالنسبة إلى nature of the bases، مثل ما قلنا سابقا إنه البيس لازم تكون لها melting أو يصير لها melt أو soft أو dissolve حتى تسوي لنا release. أي interaction إنه يصير بين البيس والدراج راح يمنع هذا الrelease وبالتالي impair شنو الabsorption أو الإفكت مالته. إذا كانت عندنا البيس هي rotate the mucous membrane of the rectum راح يسبب لنا مشكلة. إذا سوت irritation للميوكس ممبرين راح يصير عندنا فد شنو؟ initiate colonic response وتصير عندنا bowel movement، ولذلك يصير مثل كأنما نقول لوية، وراح تطلع ال suppository at يعني time مبكر، ولذلك ما راح يصير عندنا complete drug release و absorption. فإذا هيك type of شو اسمه بيسز اللي تسوي irritation ما تفيدنا في حالة إذا إحنا نريد الدراج إنه يصير له absorption، بينما إذا لا في حالة constipation وإذا نريد يسوي فد حركة للموفمنت للباول، فبيجي حالة راح تفيدنا هيك نوعية. زين، احتمال إنه يصير possibility of chemical أو physical interaction يصير بين الدراج وبين السبوستري بيس، فهذا الانتراكشن مو فقط يأثر على الريليز مالت الدراج، ممكن يأثر على الاستابيليتي.
stability of the drug أو stability of the base. وهنا أنا من نختار البيس دائما نحاول إنه تكون أقل ما يمكن من الانتراكشن بين والبيس. أكو نوعيات من السبوزيتوري نسوي لها formulation بحيث نحصل على long acting or slow release suppositories. الإكزامبل الموجودة هي أكو مورفين سبوزيتوري، مورفين سلفيت مسويها على شكل slow release suppository، هذا حتى تعطينا الدراج at a longer time. فشن نستخدم ماتيريال يستخدمون ويا البيس الجينيك اسيد اللي يسوي لنا elongation للريليز. نجي بالنسبة للكلاسيفيكيشن of the bases. بالنسبة للبيسز اللي هي السبوزيتوري بيس بشكل عام هي two types المشهورة، هي راح تكون اما فاتي او اوليجينس بيسز اللي تكون هذه الفاتي، او من تكون ووتر سوليبل او ووتر ميسبل. اكو فد جروب ثالثة هاي يضيفوها يسموها هي المسلينيوس بيسز اللي دائما تكون بها فد كومبينيشن بها ليبوفيليك وهيدروفيليك بروبرتيز، يعني تكون فد كومبينيشن من التو تايبس الاول والثاني. بالنسبة الايديال سبوزيتوري بيس لازم يكون عندها بعض البروبرتيز اللي حتى نقدر نستخدمها. اولا انه تكون نون توكسيك و نون اريتيتنج اور سنسيتيف اور سنسيتنج للانفلاميت تيشوز. مكان اذا التشو اني ملتهب مو اجي خلفت بيس تكون هي تسوي اريتيشن بالزايد. ثانيا ان تكون انرت و compatible ويا المديكيشن، ما تتفاعل ويا المديكمنت. ثالثا not deteriorated or contaminated during storage، ما نخليها بالستورج فترة ما راح يصير لها deterioration or contamination. و easily manufactured by molding، اقدر اسوي لها mold، mold يعني اخليها بقالب واقدر اسوي لها الشكل اللي اريده مو مصير. خامسا dissolve or disintegrate in the mucus secretion، اما انه يصير لها ذوب في الميوكس secretion او لا melt quickly بالbody temperature تموع بحيث يصير release للmedication. سادسا remain molten for sufficient period of time to allow pouring into the mold، تبقى مائعة يعني من اموعها تبقى في فترة مائعة اقدر انه اصبها بالmold و تاخذ شكل. وبنفس الوقت السابعة التكملة مالته انه solidify rapidly، يعني مو تبقى مائعة لمدة طويلة بالساعات يلا دا تريد تجمد، لا solidify rapidly هم يعني تبقى مائعة فترة قصيرة وراها رأسا تجمد حتى شنو قبل ما يصير sedimentation of the dispersed solid، يعني انا مادة عندي dispersed solid هيك منتشرة إذا تبقى فترة طويلة راح كلها تترسب جهة من السبوزيتوريز، بينما أنا أريدها قبل ما تبدي تنزل وتترسب هي تجمد. Contract on cooling to allow easy withdrawal from the suppository mold، يعني إنه أنا من أخليها وأبدي أبردها وأجمدها لازم هذه السبوزيتوري تصير بها contraction shrinkage حجمها يصغر بحيث تطلع من المولد، مو أجيب فد بيس إنه من أبقية ورا فترة يكبر السايز مالتها مثلا سوالو هنا بصير صعب وتشلب بالمولد وما تطلع. 9 has a wetting and emulsifying properties and 10 is stable on storage، هاي قلناها مثل سابقا تكون stable وأيضا تكون keep its shape during the storage، شكلها بقيتها بالرف بالصيدلية مو أجي أشوفها سايحة ومائعة. أو handle أثناء الاستعمال بالأزاهة بيدي أدخلها مو ماعت بإيدي رأسا. And not change in color و order وشكلها ما يتغير ولا لونها. زين عندنا بعض الكاركترستيك تعتمد على الدراجز اللي راح نضيفه. شلون اذا كان عندنا بعض المواد اللي استخدمها يعني كدراجز اخليها بالبيس مثل الكامفور، كلورال هايدريت، ميثانول، فينول، ثايمول، فولاتايل اويل، هذني شو تسوي كلها تقلل الميلتينج بوينت اوف ذا بيس، يعني اذا البيس كانت تصير لها ميلتينج مثلا نقول ب 37
تقوم تصير الميلتينج مالتها بال34. هذا هيك اكزامبل الارقام اللي اعطيكم اياها. فأنا بيجي حاله لازم شنو استعمل من عندي هاي المواد، استخدم بيس اللي يكون عندها هاير ميلتينج بوينت، حتى هذه من تقللها يصير ضمن الرينج اللي اريده. اكو بعض المواد مثلا اذا السبوزيتوري مالتي بيها لارج اماونت اوف سوليدز، كميه السوليدز هوايه، او بيها فرد ماده اللي هي تسوي رايز لل ميلتينج بوينت، السوليدز من هوايه هم تسوي رايزنج للميلتينج بوينت. فبيجي حالة ايش لازم نستخدم؟ نستخدم بالعكس، نستخدم سبوزيتوري بيس اللي عندها لور ميلتينج بوينت، اللي بيها مجال انه تصعد الميلتينج بوينت مالتها upon addition of such drugs حتى تبقى ضمن الرينج الطبيعي. هسه بالنسبة للتايب الاول اللي هو الفاتي او الاوليوجينس بيسز، عندنا first type وهو الكاكاو باتر، واللي هو اهم نوع واللي راح نستخدمه اذا كنا نفوت بالمختبر التو اذا داومتو، هو هذا اللي تستعملوه هو الكاكاو باتر. عندنا الهيدروجينيتد فاتي اسيدز والفات بيس كومباوند، اللي مو مطلوبة من عندكم. عندنا البيسز اللي مستخدمة مو شرط انه نستخدم تايب واحد، ممكن انه نستخدم combination of different يعني compound or materials حتى احصل على الهاردنس اللي هي desired. اذا انا كان عندي shipment او storage بدرجات مختلفة مناطق مختلفة، اسوي shipment الى اماكن حارة، فلربما انه فقط مثلا كاكاو باتر وحدها ما تفيد، فراح اخبط وياها other materials. وبعض البيسز انه احيانا يضيفوا لها emulsifying agent حتى نحصل على فد emulsification، لما هذا السبوزيتوري يصير in contact with the aqueous body fluid، يعني عرفنا انه هي تكون oily، ولما تجي لل body fluids اللي هي liquids راح يصير فد حالة من الامسيبلتي، فيخلوا لها هذه الامسيفاينج ايجنت. لما يضيفون الامسيفاينج ايجنت راح يصير هذا البيس ضمن الميسلينيوس جروب، اللي هي قلنا بها كومبينيشن اوف ذا تو اكيوس اند اويلي. عندنا الكاكاو باتر اللي هو الشيء مطلوب من عندكم هذا الحكي، يعني المصدر والاسم العلمي وشغلات، هذا ما مطلوب، انه اهم شيء تعرفون انه الاودر مالته انه هو راح يكون شوكليت لايك اودر من اسمه، وانه الميلتينج مالته يكون بين 30 الى 36 ديجري اللي هي تصير ضمن البادي تمبرتشر، ولكن نشوفها بالروم تمبرتشر راح يكون هو سوليديفاي، يعني الروم تمبرتشر هي المفروض 25 مو هي الايديال مو اللي احنا عندنا، يعني احنا بضمن الروم تمبرتشر مال يعني او الروم تمبرتشر مالتنا تكون هو ليكويد ميلتد. بالنسبة للبروبلم المهمة اللي يعاني منها الثيوبرومو اويل هي البوليمورفيزم، يعني موجود in several crystalline form. احنا نشوف ان الكريستالين فورم اللي هو يفيدنا دائما هو البيتا كريستالز، اذا كان موجود بالالفا كريستالز فراح يكون هذا فد كريستالين فورم غير مفيدة بالنسبة لنا. ولذلك لما نسوي فد كيرلس ميلتينج، نجي نريد نسوي له ميلتينج، نحطه على فد تمبرتشر عالية مباشرة على نار، وتكون هذه التمبرتشر هي greatly exceeding the minimum required temperature، يعني أنا لازم دائما من أسوي ميلتينج على فد درجة كلش قليلة بحيث أقل درجة ممكن إنه تسوي لنا ميلتينج، مو أروح أصعدها زيادة. هذه إذا صارت greatly increase exceeding the minimum required temperature راح شو نحصل بالنتيجة؟ راح نحصل انه ها وبعدين رأسا شنو quickly chilled، ابرد رأسا، يعني اجي دا احضر انتو راح تاخذوها مثلا صلبة حتى تموعوها بالمختبر وتسووها بالمولد، راح تحموها على درجة حرارة عالية وبعدين تبردوها، هذا بالتالي راح يتحول للميتا ستيبل كريستالز اللي هي راح تكون الالفا كريستالز. هذه شنو مشكلتها؟ انه الميلتينج بوينت مالتها هي much lower than that of the كاكاو باتر، يعني احنا قلنا الميلتينج مالتها هي بين 36 و 30، هذه لربما بال 25 اقل هي تشوفها ميلتينج،
تبقى soft، ما تصير لها defying. فلذلك احنا نشوف انه لازم دائما الميلتينج يعني ها من نحضرها انه will not solidify at room temperature. فاذا صارت تحولت، صارت هاي المشكلة وتحولت الى الالفا الالفا كريستالز، نخليها بالمولد ما راح يصير لها solidifying at room temperature، لانه هي اصلا melting point مالتها قليلة، فهذه تسبب لنا في المشكلة بالتحضير. لكن لما تبقى فترة دائما الميتا ستيبل يحاول انه يرجع الى يتحول الى الستيبل فورم، لكن هاي العملية تكون عملية سلو ترانزيشن، تاخذ وقت طويل الى ان يتحول الى الستيبل بيتا فورم. ولذلك احنا اذا جاينا بيشنت للصيدلية واذا نريد نحضر، لو جينا بسرعة خبصنا وحميناه بدرجة عالية وبردناه وشي، كل ما نخليها تريدها تجمد ما راح تجمد، ما تصير سوليديفاي. ليش؟ لان هي تحولت الى الالفا كريستالز. ولذلك هنا نسوي ميلتينج دائما تكون نستخدم ووتر باث بوارم ووتر وليس على نار مباشرة، حتى نتجنب الفورميشن اوف ذا انستابل كريستالز. هنا بالنسبة اذا احنا بالصيدلية راح وحضرنا وصارت عندنا هاي المشكلة، شنو اللي تأثر علينا؟ انه راح تكون loss of time، ننتظر لازم وقت اطول، وراح تكون useless بالنسبة للبيشنت، اعطيها اياها ما تفيده، وبذلك وايضا البرستيج تو ذا فارماسيست، يعني فتشي سيء بالنسبه لقدام المريض يشوف انه حضر له فد سبوزيتوري وما لا تجمد وبيها مشكله وهاي. ولذلك دائما احنا نحاول انه نستخدم الووتر باث حتى نصير بهذه المشكله. إذا استخدمنا مواد مثل الفينول والكلورال هايدريت اللي هي قلنا ذني دائما لور الميلتينج بوينت مالت الكاكاو بتر، وقلنا ذني نسوي التقليل، فشلون أحل هاي المشكلة؟ زين، فهم يعني إذا قلت الميلتينج بوينت هم راح تبقى سوفت وما تصير لها سوليديفاينج، فإذا هنا راح نخلي فسوليديفاينج ايجنت. إذا أني الوصفة مالتي بيها فينول أو كلورال هايدريت، أخلي فد مادة تصلب شو اسمه سوليفاينج ايجنت. منو يستخدمون؟ اما الستايل استر واكس 20% او يستخدمون البيز واكس 4%. هذه نسوي لها ملتينج ويا الكاكاو بتر حتى شو نسوي؟ كومبنسيت فور ذا سوفتنينج افكت اوف ذا ادينج سبستنس، نعادل بيها هذه الافكت مالتها. بس هنا لما نضيف هذا الهاردنينج ايجنت لازم هم ندير بالنا انه ما نخليه اكسسيف اماونت، لان اذا صارت شويه اكسسيف زياده هالنوبه شنو راح يصير عندنا؟ المشكله انه يصير كلش سوليد، فراح ياثر على الميلتينج مالت البيس بالبادي. هالنوبه تصير سوليد ونحطها بالبادي نريدها تصير لها ميلتينج، ما تصير ولا راح يصير لها ريليز. وايضا انه هذه الوكسين ماتيريال انه نخلي بالنا انه مدى تسوي لنا في الانترفيرنس ويا الثيرابيوتيك ايجنت، يعني تاثر على الافيكاسي مالت البرودكت. other bases اللي هي ضمن هاي الكاتيجوري مالت الفاتي بيسز، عندنا الفاتي بيس وتفاصيلها ترايجلسرايد اوف بالم، وعندنا الويكوبي، وعندنا الوايتبسول بيسز. طبعا هاي الويكوبي والوايتبسول خصوصا الوايتبسول مهمه، بس اريتها كاسماء. ليش؟ لانهم نشوفون هواي ان شاء الله بعدين مستقبلا تبدون تحضرون سبوزيتوري، شوفون هواي اكو بحوث مستخدمين كل الوايتبسول سبوزيتوري بيس. التايب الثاني من السبوزيتوري بيس هي الووتر سوليبل اند ووتر ميسبل بيسز. هذه تشمل اهم نوعيتين هي الجليسرينيتد جيلاتين والبولي اثيلين جلايكول PEG. اذا ناخذ الجليسرينيتد جيلاتين سبوزيتوري، هاي تتكون من ايش؟ من جيلاتين 20% وجليسرين 70% اند ووتر، إذا عدنا ويا أي مديكيشن راح نخليها بنسبة 10%. جلسرينات الجيلاتين used for the preparation of vagina suppositories and give a prolonged local action of the medication. هذه دائما مفضلة المن للفاجينال سبوزيتوري.
ليش تعطينا فد sustained release or prolonged local action؟ لأنه إنه هذا الجيلاتين هو soft وmix with the physiological fluid، مو مثل الكاكاو باتر رأسا يصير لها softening وrelease، بينما هذا ياخذ تايم لما يكون ديسولف ويا الفيزيولوجيكال فلويد وبعدين يسوي لنا ريليز، فيكون سلور. بالنسبه للديس ادفانتجز، هذه اتها سم ديس ادفانتجز. اولا انه هي عندها تندنسي هذه الجلسرات الجيلاتين تو ابزورب مويستشر، لان اذا الجليسرين هو هايجروسكوبيك ان نيتشر، ولذلك اذا خليناه في اتموسفيريك كونديشن يكون بها مويستر، هذا راح يصير راسا يمتصه وبالتالي ياثر على الكونسستنسي والشيب مالته، فاحنا دائما لازم نسوي له بروتكشن اذا اكو عندنا مويستر. نشوف حتى شكلها بالصيدليات تكون يعني بروتكتد باي سيلوفين كفر. بالنسبة هاي البروبلم الأولى. البروبلم الثانية إنه نتيجة أيضا لأنه هو هايجروسكوبيك وأبزورب ووتر، فش راح يكون عنده dehydrating effect، يعني لما نسوي له insertion يسوي irritation للتشوز upon insertion، ولذلك هذا راح يكون هو السبب إنه ينطي as a laxative effect. نتيجة الإرتيشن يسوي راح يخلي فد gut movement يسوي، وبالتالي يكون عنده laxative effect. هنا إذا إحنا كنا نريدها كلاكزاتيف راح تكون هاي الشغلة مفيدة، إذا إحنا لا بدنا ننطيها كلاكزاتيف سبوزيتوري محتاجيها لميديكيشن ونريدها أن تشتغل وما نريد نسوي إريتيشن، فهنا بتش حالة الووتر بالفورمولا لازم إنه يكون يزيد، أو بمعنى آخر إنه هذا الووتر اللي موجود بالفورمولا اللي يخلوه ليش؟ حتى يقللون مينيمايز هذا اللغزة الإيريتنت إفكت مالته، ليه يخلي السبوزيتوري بيس تسوي أبزوربشن للووتر الموجود بالبادي. وهاي طريقة. والطريقة الثانية إنه السبوزيتوري قبل ما أسوي لها إنسرشن أسوي لها مويستينج، أنا أبللها بالووتر prior to insertion حتى أقلل هذه initial tendency of the base to draw water from the mucous membrane. البروبلم الثالثة إنه الجيلاتين إذا كان عندي drugs أريد أخلي بها medicament اللي هي تكون نوعيتها protein precipitant like tannic acid يكون incompatible. ليش؟ لأنه هو عبارة عن جيلاتين هو protein، فإذا خليت بها المادة راح يترسف كأنما يعني يتلف. عندنا اليوريثرا سبوزيتوري، مو احنا قلنا انه اكو فاجينال اكو يوريثرا. اليوريثرا سبوزيتوري ايضا نحضرها من الجليسرينيتد جيلاتين بيس، لكن الفورمولا هنا تختلف عن الفورمولا السابقة. تكون الجيلاتين نسبتها 60% من الفورمولا والجليسرين 20، واذا عندنا فد ميديكيشن واكيوس بورشن راح يكون 20. شنو الفرق هنا؟ نسبة الجيلاتين هناك كانت 20 هنا صارت 60، يعني زودنا الجيلاتين يعني صارت مور ستيفر يعني اقوى تكون هنا. ليش؟ تقول هنا لانه تكون فلما نسوي مقارنة لليوريثرا سبوزيتر هل هي بتر انه اسويها من الكاكاو بتر او من الجليسرينيتد جيلاتين، اشوف انه الجليسرينيتد جيلاتين راح تكون more preferred. ليش؟ لانه تكون more easily inserted than those with cacao butter owing to the brittleness of the cacao butter and rapid softening at body temperature، تتكسر بسرعة وتموع بالايد وشي، فصعبة الانسرشن مالتها. التايب الثاني قلنا من جماعة الووتر سوليبل هي البولي أثيلين جلايكول. طبعا البولي أثيلين جلايكول دائما احنا اذا تذكرون اخذناه سابقا بالاوينتمنت بيس، انه عندنا ديفرنت نيوميريكيشن نيوميريك ديزاينيشن ارقام، يعني بي اي جي 400 500 1500 وهكذا. هذا الرقم نيوميريك ديزاينيشن ريليتد الى شنو؟ المولكيولار ويت مالت كل بوليمر، هو عباره عن بي اي جي هو عباره عن بوليمر من الاثيلين اوكسايد ويا ووتر.
زين، فدائما من نسوي تحضير للسبوز ثيرابيست مو الا شرط نستخدم فد تايب واحد من البي اي جي، وانما يسوون كومبينيشن اوف ديفرنت مولكيولار ويتس اوف بي اي جي حتى نحصل على الديزايرد كونسيستنسي اند كاركترستكس. نشوف انه البي اي جي بولي إيثيلين غليكول الأفرج مولكيولار ويت اللي هي تكون 300 400 600، لأن اللي هي أقل من 600 شلون يكون شكلها؟ تكون عبارة عن كلير كلرلس ليكويد، تكون ليكويد. أما اللي يكون جريتر يعني بين جريتر ذان 1000 وفوق، هذني راح تكون ووكس لايك وايت سوليد، مادة شمعية صلبة وأدها فد هاردنس. وكل ما يزيد المولكيولار ويت كل ما نشوف انه الزيادة يصير عندنا بالهاردنس، يصير اقوى. الميلتينج بوينت ايضا نشوف انه اكو فد ديفرنت رينج. بالنسبة اذا كان عندنا مثلا بي اي جي 300 نشوف انه الميلتينج مادة ناقص 15 الى 18، يعني بالحرارة القليلة كلش هو ليكويد مو صلب، ميلتد. بينما البي جي الف راح يكون 37 الى 40، والبي اي جي 3350 بين 54 الى 58. احنا هنا مو مطلوب من عندنا الارقام، مجرد ان نعرف العلاقه انه كل ما زاد المولكيولار ويت كل ما الميلتينج بوينت مالته راح يصير اكثر. البي اي جي من يفوت البادي ما راح الميكانيزم مالته انه يصير له ميلتينج اون ذا بادي تمبرشر، وانما انه لازم يصير له ديسولف سلولي بالبادي فلويد وبعدين يسوي ريليز. فاحنا مو انه ضروري انه انا احضر فد فورمولا من البي اي جي انه يكون عليها ميلتينج بوينت قريبه للبادي تمبرشر، لا انا هذا ما مطلوب مني، يعني ما اريد ان اسوي لها سوفتنينج، وانما اريد اسوي ديسوليوشن. زين، ودائما من نحضره احنا نختار انه نحضر قد يعني كومبينيشن يكون الملتينج بوينت مالته اعلى من البادي تمبرتشر، حتى من يفوت بالبادي تمبرتشر ما يصير له ميلتينج، وانما نعتمد على وش؟ على الديسولف بروبرتي. ولذلك راح نحصل لا الى ان يصير له ديسولف ويا البيولوجيكال فلويد، وها راح نحصل خاصيه السلور ريليز اوف ميديكيشن لما نستخدمها. وايضا تكون هذه البي اي جي بها فد ادفانتج انه السبوزيتوري هي كونفينينت فور ستورج، ما يصير لما تحتاج الا ريفريجريشن مثل ذيك الكاكاو بتر، وايضا يعني بالورم وذر نخاف من عدها تروح تموع دائما تكون صلبه. وهاي اكثر شيء نشوفها وين؟ بالفاجينال تابلت عندنا، يسموها فاجينال تابلت، نشوفها عبارة عن حبة حباية، هذه هي عبارة عن بي اي جي صلب، وبالبادي راح يصير لها شنو؟ ديسولف. فإذا هنا السوليد نيتشر فرمد اسلو انسرشن وذاوت افير ذات ويل ميلت بان ذي فينجر، ما راح نكون نخاف انه بايدينا بحرارة ايدنا انه تموع. بينما نشوف مثلا هذه ال سبوزيتوري الموجودة اللي هي باراسيتول بنادول اي نوع ذني، هي عبارة عن شنو؟ اويلي كاكاو بتر او anything، بحيث انه بس لزمناها بايدينا شوي تأخرنا راح نشوفها ما عاد بايدينا. وايضا الميزة الاخرى انه راح يكون عندنا مو قلنا راح not melt the body temperature، وانما هي mixed with the mucus secretion. Do not leak from the orifice. ذيك رأسا يصيرها melting الكاكاو بتر وتبقي تخرج، بينما هذه راح تبقى وما عندها مشكلة leaking. ال PEG suppository اللي ما بيها نسبة water 20%، هذه دائما شو تسوي؟ تقوم تسحب الوتر من البادي. ولذلك احنا هم يعني اولا يخلون بها هي بالتركيب ووتر فد 20% حتى نخلص من هذه المشكله مثل الجليسرين، وايضا انه نسويها ديبينج بالووتر يعني نبللها قبل اليوز حتى نمنع الاريتيشن اللي يسويه للميوكس ممبرين، ويسوي فد ستينجينج سنسيشن اللي هو فد شعور بالحرقه اثناء الاستعمال.
الجروب الآخر اللي هو عندنا البوليكزامر والبوليور، الاسم الآخر إله هو البوليورونكس. هذان اثنيناتين أو هو نفسه يعني البوليكزامر هو أيضا من جماعة الووتر سوليبل، وهم يعني بيها أشكال نيومريك ديزاينيشن، يعني نشوف ال L 44 62 64 المهم. فانتو هذه هم يعني ما مطلوبة من عندكم، المهم تعرفون انه البوليكزامر من ضمن ال water soluble bases. وهي عندكم فد وصفة موجودة انه aspirin suppository مستخدم combination of two polyuronic polyuronics اللي هي 68 و 44، وهاي تفاصيل تحضيرها همينة ما مطلوبة من عندكم فقط للاطلاع. نجي على ال preparation of suppositories. انتم مع صار انه تدخلون مختبرات وتشتغلون بايديكم، عندنا تو ميثودز اللي هي المولدينج، نسوي نستخدم يعني كانما نصب في القالب من الميلت من المادة السائلة، او الهاند رولينج اند شيبينج يعني بالايد احنا نشكلها بايدنا. بس اكثر شيء والطريقة اللي هي دائما يوز بالسمول سكيل وبالاندستري هي المولدينج، اكثر شيء يعني مستخدمه. شنو المولدينج؟ بها عده ستيبس. الستيبس الاولى اول شيء راح نسوي ميلتينج للبيس، ثاني شيء نسوي انكوربوريشن الى اي ميديكامنت عدي اخلي الماده الفعاله، بعدين بور الميلت انتو ذا مولدز نسمح له انه هذا كول وبعدين يصير له كونجيل يعني يتصلب، واخر شيء نسوي له ريموفينج فروم ذا مولد. الكاكاو باتر والجليسرينيتد جيلاتين والبي اي جي كلها ممكن ان نحضرها بطريقة المولد. عندنا السبوزيتوري مولدز ممكن اما انه موجودة مولدز تسوينا individual سبوزيتوري يعني وحدة وحدة، او ممكن انه تنطينا large number of سبوزيتوري، وطبعا اشكالها والسايزز مالتها ايضا مختلفة. اكو عندنا بلاستيك مولدز اللي تعطينا سينجل سبوزيتوري، واكو عندنا بالصيدليات دائما نشوفوا هاي بالمختبر اذا كنتوا تشتغلون مولدز تعطي بروديوس 6 او 12 سبوزيتوري ان سينجل اوبريشن، يعني هي تشوفوا المولد بي 6 فراغات مال 6 سبوزيتوري. اما بالاندستري خو ما يسوون 6 6، كل باتش طلع لنا بال 100 سبوزيتوريز. المادة المصنوع منها المولد اما يكون ستينلس ستيل او من الالمنيوم او البراس او البلاستيك، ودائما تكون ذني يعني separated into sections عبارة عن مقاطع هيك مفصولة وبشكل طولي. زين هي عبارة عن شنو نشوفها؟ فد جزئين تنطبق وبيهن فد قفلين تفتحون، القفلين تنفتح بالطول كلها تنفتح طوليا يصير جزئين، حتى شنو هذا يسهل لنا عملية الكلينينج قبل ما اجي اخلي بيها البيس. وبعدين من اخلص راح اسوي لها كلوز من هاي القفلين اسدها تنطبق وحدة على اللخ، واقدر انه اسوي لها كولينج وبعدين افتحها نوبة اللخة واخر اطلع من عندها السبوزيتوري بعد ما تجي. من اجي انظفها دائما ادير بالي انه ما يصير عندي سكراش اون ذا مولد سيرفيس، يعني ما يصير عندنا خدوش وشقوق. ليش؟ لانه هذا راح تاثر على السموثنس مال السبوزيتوري، تطلع الوجه مال السبوزيتوري كله بيها خطوط وبيها فد اشكال مو طبيعيه. واضافه حتى انه اثناء يعني السبوزيتوري من خليته ورد اطلعها تشلب بهذه السكراش الموجودة. وأكثر شيء البلاستيك سبوزيتوري أو مولد هي اللي تكون معرضة prone to scratching. من نجي إذا نستعمل المولد أحيانا نسوي شنو؟ نسوي lubrication للمولد. إذا كان أنا إذا أستخدم تايب البيس هي كاكاو بتر أو بولي أثيليني جلايكول ما أستخدم وياها لوبريكانت. ليش؟ لانه هذه من الصغر لها كولينج يكون عندها فد كونتراكت تتقلص
وتصغر او شرينكج، فلذلك بسهوله انه تطلع من المولد. اما لما استخدم جليسرينيتد جيلاتين بيس، هذه لا، ما تصير لها من كونجيلد، ما تصير لها شرينكج، ولذلك احتاج انه استخدم فت ثين كوت اخليه من المينرال اويل قبل ما اجي اخلي البيس. زين، عندنا من نجي نحضر البيس والميلت، يسموها مو البيس، يعني البيس مو حد وياها الميديكامنت نسميها الميلت. فهنا اول شيء ناخذ البيس نسوي لها ميلتينج، نستخدم هيت مثل ما قلنا، ما نستخدم دايركت وانما نستخدم ووتر باث واقل حراره ممكنه حتى لا يصير عندنا تشينج بالكريستال فورم. زين، اكو عندنا برا ما حضرناها كمل، نجي نخليها وين، نسوي لها بورينج بالمولد. نستخدم هذه البورسلين كاسيرول، شوفون هذا البورسلين كاسيرول هو عبارة عن إناء تنسايل، يوتنسل بس شنو اللي بي الميزة انه بي بورينج ليب وهندل، يعني بي يده ينلزم بيها وبيها فد مكان للصب، كأنما شلون نقول الدولكة هالشكل. ليش؟ لأنه المولد مالتنا بكافيتيز وهاي الكافيتيز صغيرة، فلازم احنا نركز بالصب مالتنا انه ندخل المادة الميلت بهاي البورز لا يتطشر، فنحتاج هذا البورينج ليبس. دائما اذا عندي كان اني medicinal substance مادة باودر اجي اضيفها الى الميلت مادة البيس، شو اسوي؟ اخذ هاي المادة الباودر اخبطها ويا فد small part او portion من الميلتد بيس، اسوي لها ميكسينج، اما ان استخدم سباتشولا سلاب سباتشولا اسوي لها مثل ما استخدمنا بالاوينتمنت، اسوي لها ميكسينج، بعدين هذا البورشن اللي خبطناه راح اجي اسوي له انكوربوريشن ويا بقية البيس، واظل اسوي له يعني ميكسينج الى ان اشوفه كله صار بي ديستريبيوشن جيد، وراها اوخره من الووتر باث والاو تو كول، اخليه انه يبرد بس بعد ما صاير له كونجيلنج، يعني ما متصلب بس انه ابرده، ابدي ابرده الى حد يسخن. اذا عندي مادة هي فولاتايل او هيت لابايل تتأثر بالحرارة اخليها بذيك الوقت، يعني مو من هو محارب الووتر باث اجيبه راح تتبخر او تخرب، لا اخليها قبل ما تريد تجمد اضيفها هذه المادة. بعدين راح ابدي اضيف هذا، اسوي له بورينج بالكافيتيز مالت المولد، اللي طبعا هذا المولد لازم يكون بدرجه حراره الغرفه، مو انا مثلا خالته بالثلاجه وبارد واجيبه راسا احط بيه الميلت، لا حار كلش بارد كلش ما يصير. زين، اذا كان عندنا undissolved material او suspended ماده، المادي الصلبه هي dispersed مو ذائبة معلقة، فهنا هذه راح تكون عندها، وخصوصا اذا كانت الدنسيتي مالتها اعلى من البيس، فيكون عندها tendency to settle، دائما تحاول انه تترسب. فهنا شلون اتجنب انه هذه تترسب المادة كلها اللي جوا؟ لازم دائما انا اسوي constant stirring، حتى اثناء اللي دا اسوي pouring انا همينة اسوي stirring حتى هذه المادة تبقى dispersed. زين، وما اجي اسوي pouring للمادة الى ان يعني هي وحارة، وانما تكون قبل ما يصير لها congealing. ليش؟ حتى هذه لا تنزل وتترسب. فاذا انا خليتها جدة اصبها هي وحارة، ممكن الاول cavities يجي بيها بس البيس، بينما الكافيتيز الاخيرات اللي دا اترسن تكون كلها بيها مترسبه منه الاندسولد ماتيريال. لكن لما ضليت اسوي ستيرنج والحراره بدت شويه شويه تقل، فراح تبقى هذه شنو؟ رمين سسبندنج. زين، واذا خليتها بالكافيتيز وهي بار كلش سوفت، راح اشوف انه يصير عندنا settling لهذه الاندسولد ماتيريالز بالمولد.
يعني إضافة إلى إنه أني مو هسه هناك كان عندي أول مشكلة إنه ممكن يعني مود عن مود، فتحة عن فتحة تختلف التركيز، إنه ممكن الأولى تصير بيها بس البيس واللي أخيرات باقي بس عندي الدراج. بعدين نقول لا احنا وزعناها بالتساوي بس حطيتها حارة كلش، فش راح يصير؟ بنفس المولد اشوف انه المادة تبدي تستل، يعني الجزء الجواني من السبوزيتاري راح يكون بيه الباودر اكثر من البيس، والجزء الفوقاني راح يكون البيس. هذه طبعا بيها مشكلة، ليش؟ انه من اجي دا اطلعها من المولد رأسا هذا الجزء اللي يكون بيه المادة السوليد هواية راح تكون بروكن ايزيلي، رأسا تتفتفت توقع ويبقى بس ان الجزء ابو البيس. فبينما اني لمن اسوي لها ابردها لحين قبل ما تجمد بشوية اجيبها اخليها بالمولد، فتبقى هذه المادة متوزعة بصورة متساوية. وأحيانا يضيفون في الكمية من السيليكا جل حوالي 25 ملي جرام في كل سبوزيتاري. هذا راح تستخدم شنو هو كسسبيندينج ايجنت للاكتيف دراج، فتمنع يعني انه تنزل ستلينج. بالنسبة للفيلينج للسبوزيتاري كافيتي من اجل ادير الميلت بالكافيتي لازم يكون الشغله مستمره continuous، يعني شلون اجي اترس الكافيتي كله يلا احول على الثاني، مو اخلي شويه فد مقدار بالاول اخلي بالثاني بالثالث واكمل وارجع اضيف بعدين فوق هذا الاولاني واضيف فوق الثاني. هذا ايش راح يصير عنده؟ يصير layering، طبقات صارت. هاي الطبقات بيش تأثر انه من اطلع الـ بعدين السبوزيتاري راح تكون easily broken، كل هاي الطبقات اللي تنفصل، بينما لما اترسها كلها فترسة واحدة راح تطلع محافظة على شكلها. Then to ensure a completely filled mold upon congealing، يعني الميلت من اخليه شي يصير بيه؟ لما يبرد وكونجيلد قلنا راح يصير بيه شرينكج، لما يصير بيه شرينكج نتيجة ان هذا شنو راح يصير؟ نشوف انه الجزء العلوي مالته راح يدخل لي جوا، يعني يصير بيه يخسف كأنما يصير formation of recessed dip in the end of the suppository، يصير عندنا شفت نزلة، يعني ما يصير حدها عدل من فوق وإنما تنزل نتيجة للشرينكج. فأني حتى أتجنب هذه المشكلة شو أسوي؟ لما دا أترس المولد أخلي كمية إضافية فوق المولد، يعني هنا أنا راح أخلي فد excessive amount over each opening بحيث يصير عندنا شنو rising above the level of the mold، يصعد فوق الليفل حتى لما يبرد وينزل ما يصير عندنا هاي الخسفة. فيسوون فد شنو هنا نشوفون عندكم continuous ribbon along the top of the mold، يعني يصير فد حلقة فوقانية فوق المولد cavity حتى لما يبرد وينزل ما يصير عندنا خسفة. لما يجمد وين solidify هنا راح نوخر الجزء هذا الزايد البقع. شو نجيب؟ نجيب سباتشولا نسوي لها warming water bath، احميها بالwater bath وبعدين راح امررها دي فوق شي اقطع الزيادات كلها، فراح احصل على جزء عدل ومستوي. ورا ما وخرت هذه طبعا الزيادات زي او قبلها، هي قبل ما اوخر هذه الزيادات شو اسوي؟ هي وهيجي كميات عليها زايده اجيبها ادخلها بالريفريجريتر حتى تجمد، ولما اطلعها طبعا من الريفريجريتر راح ازيل هاي الزيادات الموجوده. خلصت وخرت الزيادات اجي اطلع السبوزيتاري من المولد، افتح هاي القفلين الموجودة بالمولد راح ينفتح الشكل بالنص، واجي اضغط فضغطة بسيطة على الاند مالت السبوزيتاري
رأسا تطلع السبوزيتوري، وأحيانا حتى ما أحتاج بريجر، little or no pressure required، خصوصا إذا أنا عندي قد سبوزيتوري من نوع ال PEG والكاكاو باتر، هي رأسا صاير لها شريكج، فرأسا هي راح صغران حجمها وتطلع بسهولة. وإذا أنا مستخدمة جليسرين جيلاتي، أنا مخلي اللوبريكيشن لوبريكانت فراح همين تطلع بسهولة. عندنا هذا فد اكزامبل على فد وصفة مستخدمين بها عدة دراجز used for nausea and vomiting المصاحب للكيموثيرابي. فهنا أنا مجرد انه نسوي نفس الطريقة، هذا فد اكزامبل حتى تشوفون انه الفاتي بيس اسيد بيس نسوي لها ميلتينج، ونضيف هذني الدراجز على السيرفيس مالت الميلت، ونسوي لها شيكينج ونخليها بالمولد، وبعدين نبردها ونطلعها. هذا في الاكزامبل. برا ما خلصنا السبوزيتوري لازم نسوي لها باكيجينج. الباكيجينج راح تكون خصوصا هذه الجلسريات الجيلاتين تلزق وحدة باللخة زين، وعندها مشكلة المويستر، فذني من المويستر دائما نخليها في دي كونتينر تكون يعني جلاس كونتينر اللي تمنع امتصاص المويستر. وإذا كان عندنا كاكاو بتر هذني موعا، وممكن إنه إذا ما أفصلهن راح تلزق وحدة ويا اللخ ويخربط شكلها، فدائما نسوي لها رابط سيبريتلي in a boxes حتى prevent the contact والadhesion وحدة ويا اللخة. إذا كانت المادة المستخدمة هي light sensitive نسوي لها wrapping opaque material، يعني مادة معتمة مثل metallic foil زين. وبشكل عام هي تشوفون انتو سبوزيتوري اذا تداومون بالصيدليات هي المادة اللي يستخدموها للرابينج، اما راح تكون فويل معدنية او بلاستيك، ودائما تكون هي سيبريتد باي تيرينج، يعني اكو مثل خياط او حز بيناتهم، وحدة عن اللخة تكون مفصولة حتى لا يصير بها التصاق زين. بالنسبة للستورج مالتها دائما نحافظ عليهن السبوزيتوري بكولد بليس كول بليس. تحت تختلف طبعا، اذا عندنا مثلا كاكاو بتر هذه دائما ستورد بلو 30 ديجري سنتيغريد، لانه قلنا هذه ميلت مو بالدرجات الحارة. فالمفضلة انه بالصيدليات اذا عندكم شغلات اللي هي كاكاو بتر او تكون اويلي نخليها درجة 2 الى 8 يعني بالريفريجريتر. اما اذا كانت جليسرينيتد جيلاتين سبوزيتوري هذا نخليها بروم تمبرتشر بين 20 و 25، واذا كانت من البي اي جي هذه ما عندها مشكلة باي ديجري تخلوها ما بيها مشكلة. اما بالنسبة للهيوميديتي اذا سبوزيتوري تتأثر بالهيوميديتي خصوصا ذني اللي هي الجليسرينيتد جيلاتين والبي اي جي همين بدرجة اقل، اذا خليناها فد ميديا تكون بيها موستر هواية فاش راح تسوي ابزورب الموستر وتصير شكلها كأنما سبونجي. اذا خليناها بمكان يكون بكستريم دراينس كلش جاف هنا بالعكس تفقد الهيوميديتي مالتها والموستر وتصير بريتل تتكسر. عندنا الستابلتي مايكروبيولوجيكال ستابلتي، اذا كان عندنا تايب اللي هي ما بيها ووتر مثال الكاكاو بتر هذه ما تحتاج انه استخدم لها بريزرفاتيفز، لان هو وجود الووتر اللي يساعد على النمو مالت البكتيريا والفنجاي. اما اذا كانت النوعيتين الاخرى اللي هي ووتر ميسبل سبوزيتوري هذني لا راح تحتاج انه اخلي preservatives حتى امنع الgrowth of microorganisms. شكرا لاستماعكم، ان شاء الله تكونون افتهمتوا المحاضرة.